السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الخاتم الرجالي ده بناء على طلبكم. يلا نشوف إزاي. أول حاجة هعمل دايرة الخاتم 18 و4، بعدين هعمل أفصد منها 1.5 وأفصد تاني 3، هحطهم في لاير تانية. بعدين عاوزة أقسم الدايرة دي، فهستخدم ديفايد على 6، بعدين هعمل أرك يربط بين النقطتين دول لحد الدايرة. هرسم خط بزاوية، بس لازم يكون سمارت تراك مفتوح عندك علشان ده بيساعدك انك تعرف ميل الخط بالنسبة للدايرة ازاي. هخليه لحد هنا، بعدين هدلت الدايرة الكبيرة وهعمل سيلكت للنقط وديليت. هرسم ارك من منتصف الدايرة لنهاية الخط ونعمل ريبيلد ونغير شوية في الخط. وريبيلد مرة كمان. بعدين ميرور. هختار surface from planar curve، بعدين هعمل trim باستخدام دايرة الـ ID. هحرك السيرفس ده هنا، ونعمل mirror. محتاج طبعا يضم شوية من تحت، فهستخدم الـ cage edit ونضمه شوية. هدلت ده دلوقتي، بعدين من الفرونت هعمل مكعب من السنتر، اتنين ونص، بعدين هستخدم الواير كات استخدام دايرة الاي دي ونقطع الزيادة. هعمل اوفست للسيرفس ونعمل ميرور، وبعدين هعمل فيلت ليه وللمكعب. في نسبة تداخل من تحت، فهستخدم كتر بلان من الرايت وبعدين بوليان سبلت. ها
هعمل برضو اكسترود لدايرة الاي دي. في جزء من السماكة دخل جوه الدايرة، فهعمل برضو بوليان سبلت ودليت. بعدين ميرور، هعمل ما بينهم خط. وريبيلد وندخل النقط لجوه شويه. بعدين هعمل السيرفس باستخدام سويب تو. وهعمل هنا خط ما بينهم برضو وسويب تو. ونعمل جوي. هعمل اوفست للسيرفس سوليد نو 0.5. ونعمل ديليت. هعمل فيلت ما بينهم. هنيجي هنا وهعمل ارك. وريبيلد. بعدين اكسترود بوث سايد لحد النهاية. هعمل سكيل 1Z حاجة بسيطة علشان التداخل ده. ومن الخط ده برضو هعمل اكسترود بس هغير الاتجاه لتحت. ونعمل ميرور. بعدين هعمل دوبليكيت بوردر واوفست 0.5. بعدين اوفست سيرفيس 1.2. ونعمل سبلت والسيرفس ده نعمل له اوفست 0.5. هعمل اكستراكت سيرفس كوبي نو وديليت وجوي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، والمره الجايه ان شاء الله هنكمل الخاتم مع بعض. يا ريت تجرب تكمله انت، وان شاء الله في الفيديو الجاي هتعرف ازاي التكمله بتاعته، بس انا حابه ان انت تجرب بنفسك عشان تتعلم اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.